أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الاتحاد. كما عودناكم أن ننتقي لكم الأفضل والأكثر تميزاً. رحبوا معي برجل الأعمال يعقوب السلامات، صاحب شركة نظام للمحاسبة والاستشارات الإدارية. يسعد مساءك. أهلا وسهلا، أهلا، شرفتنا. بداية أستاذ يعقوب، حابين نعرف أستاذ المشاهدين بشخصك الكريم، تفضل. أنا يعقوب السلامات، سورة الجنسية، طبعا يعني أحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة ومحاسب قانوني عربي معتمد. قبل هيك أنا عملت كمحاسب في شركات ومدير مالي أو مدير حسابات في بعض الشركات الخاصة. طبعا تدرجت في المهام الإدارية من محاسب، محاسب عام، لمدير حسابات، ومن ثم مدير مالي. آخر الشركات اللي عملت فيها واشتغلت فيها كمحاسب أو موظف، ومن ثم قررت أن أعمل أو أفتح أو أعمل بزنس شيء لحالي. حاولت بكذا بزنس لكن ما تم الموضوع، فقررت أني أشتغل أو أعمل في مجال عملي اللي هو المحاسبة والتدقيق. نعم، حابين نعرف أكثر عن مراحل التأسيس، متى كانت البدايات وشو طبيعة العمل بالتحديد؟ كانت البدايات في 2013. نعم، بلشنا فتحنا المكتب، وكانت عمل في مجال المحاسبة وضبط الحسابات وإعداد الأنظمة المالية. نعم. أوكي. ومن ثم انتقلت للتدقيق ودراسات الجدوى وإعداد الأنظمة المالية للشركات والمنشآت الكبيرة. نعم. شو الخدمات اللي بتقدمها بشركة نظام للمحاسبة والاستشارات الإدارية؟ هلا بشكل عام طبعا المحاسبة، ضبط الحسابات، إعداد الأنظمة المالية، التدقيق، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. نعم. وبعض الخدمات اللي هي مختصة بموضوع الاستشارات المالية. نعم. كيفية العمل على المشروع كيف بتكون؟ طيب بالنسبة للبدء بالمشروع، يعني لما يكون مثلا عندنا عميل جديد نعمل على التقييم الأولي للمشروع، وذلك من خلال زيارة الشركة، أوكي، والاطلاع على المستندات والواقع المحاسبي والواقع المالي وإلى آخره، أوكي، ومن ثم يبدأ الاتفاق على موضوع الأتعاب المحاسبية والتدقيق، ومن ثم في حال الموافقة، أوكي، يتم كتابة عقد بينه وبين العميل، أوكي، وفي حال التوقيع والختم، أوكي، يبدأ فوراً تنفيذ المشروع أو العقد. نعم. أستاذ يعقوب، حابين نعرف أكثر عن علاقتك مع الموظفين. علاقتي مع الموظفين يعني علاقة صداقة. نعم. أنا يعني دائما أنا بحب الموظف إنه يعتبر الشركة أو المكتب مكتبه، أوكي، ويعطي قدر الإمكان لنفسه، هو نفسه. نعم. أوكي. وأنا بالنسبة إلي الرواتب بداية تتحدد، أنا بحددها، بس بعدين لا، بعتبر الموظف هو اللي بيحدد الراتب. نعم. أو المكافأة تبعه. لذلك بقدر هو ما أنجز، بقدر ما اشتغل، بقدر ما كفأة عمل صح، أوكي. نعم. حياخد الراتب زائد المكافأة تبعه. لمين بتحب توجه هلأ على الهواء كلمة شكر للموظف المتميز عندك بشركة نظام؟ والله أنا بحب أوجه شكر أول شيء لشريكي يعني وصديقي الأخ محمد عسكر، الأستاذ محمد عسكر. نعم. طبعا يعني أستاذ محمد عسكر من المميزين، وأول شيء كدعم من كل النواحي، ماليا وتعليميا وحتى فكريا، انه ما شاء الله عنده الافكار المميزه. اثنين، في عندي كمان انا موظف يعني باكستاني، هو اسمه شيراز. يعني هذا الشاب يعني مبدع، يعني انا بشكره، يعني تلاقيه
افكار انا بفكر فيها ولا حتى شريكي محمد بفكر فيها، بتلاقيه هو ابدع وجاب فكره جديده وكذا، فهو بيعتبره من يعني الموظفين المميزين. نعم ايوه، وانا بقدم له شكر يعني لهذا الموضوع. نعم استاذ يعقوب، وين بتشوف شركه نظام بعد 10 سنين؟ والله ان شاء الله بنكون من كبار المكاتب التدقيق والمحاسبه في البلد. نعم. وراح هي ان شاء الله تكون لها عده فروع في الامارات، حتى مو في الامارات، حتى تكون دوليه ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. من خلال مسيرتك المهنيه استاذ يعقوب المليئه بالتحديات والبارده بالنجاحات، حبيت توجه نصيحه للشباب المقبلين على العمل. هلا نصيحتي للشباب المقبلين على العمل انه يشتغل ويبدع وما يفكر في البدايه في الراتب او المقابل اللي راح ياخذه مقابل هاي الوظيفه. نعم. ابدع، اشتغل، تعلم، خذ خبره، لانه الواحد طول الحياه بيضل يتعلم وياخذ خبره فيها، فكلما انت ابدعت واعطيت من جهد كذا فهو لك في النهايه. صح. حتى لو ما اخذت مقابل مادي. نعم. فهو المقابل المادي بيجي بعدين، رب العالمين راح يكافئه. نعم. لأنه اجتهد وتعب بس ما أخذ مقابل مادي في البداية، بس خلى المقابل أجله لبعدين. صحيح. فلذلك اتعب، أوكي، واعطي ورب العالمين واصبر، أوكي، ورب العالمين راح يفتح عليك. نعم. لأنه راح كل هذا الشغل تبعك، أوكي، راح يجي عليك في الخبرات، والخبرات هي المكسب، هي المال. صحيح. شو اللي بيميز شركة نظام للاستشارات الإدارية والمحاسبة عن باقي الشركات في هذا المجال؟ هلا اللي بيميز شركة نظام إنه إحنا مختصين بمجال المحاسبة وضبط الحسابات وإعداد الأنظمة المالية. نعم. هلا شو التميز هون؟ هلا كل المكاتب تشتغل في التدقيق. التدقيق إذا أنا بدي أدقق على شركة لازم يكون عنده حسابات جاهزة. حسابات الجاهزة ما بتلاقيها بكل الشركات. نعم. تلاقي الواقع المحاسبي سيء جدا، يعني لا يعني لا يرثى له يعني. فلذلك نحن انطلقنا من هذا المبدأ إنه لا، الأساسي المحاسبة، وهي اللي بنبنى عليها كل القرارات والتقارير وكل الأعمال، هي موضوع المحاسبة. نضبط المحاسبة، نضبط نظام الرقابة الداخلية، نعمل نظام مالي، هذا الأساس تبعنا وهذا اللي تميزنا فيه وهذا اللي احنا عندنا خبرة كبيرة فيه. أستاذ يعقوب السلامات، في ظل الظروف اللي عم نعيشها وبنسمعها بالوطن العربي، بنحمد رب العالمين على نعمة الأمن والأمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. بهالخصوص حابين نوجه كلمة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات، تفضل. يعني أنا كل الناس يعني والمقيمين على دولة الإمارات العربية المتحدة بنشكر الشيوخ وحكام الإمارات على نعمة الأمن والأمان اللي وفروا لنا إياها، أو على إدارتهم الحكيمة. لولا نعمة الأمن والأمان إحنا ما بنقدر نشتغل وما بنقدر نقوم بأعمالنا على أكمل وجه. فالحمد لله والشكر لله انه رحنا على هيك دولة، اوكي، وكان لنا هيك الشيوخ وهيك حكام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وكلمة ايضا مناسبة قرب عيد الاتحاد، يعني نحن من هني دولة الامارات العربية، هني انفسنا اول شيء، اوكي، ودولة الامارات العربية المتحدة شعبا وحكاما بمناسبة قرب عيد الاتحاد. بنقول لهم إن شاء الله ألف مبروك، وشعب واحد ووطن واحد، وبنحييكم إن شاء الله. إن شاء الله. وبدوري أستاذ يعقوب السلامات بشكرك على هذا اللقاء الرائع، وبشكرك على حسن الاستقبال والاستضافة ولدعمك لبرنامج نبض الاتحاد. أهلا وسهلا، شرفت اللقاء. أهلا وسهلا. أعزاء
أعزائنا المشاهدين، نتابع معكم لقاءنا من داخل شركة نظام للمحاسبة والاستشارات الإدارية. أستاذ محمد عسكري، يسعد مساك. يسعد مساك، حياك الله. بداية حابين نعرف أستاذ المشاهدين بشخصك الكريم ونعرف أكثر عن مسيرتك المهنية. الله يسلمك، حياكم الله. طبعاً أحب أرحب فيكم بشركة نظام المحاسبة والاستشارات الإدارية فرع الشارقة. أحب أحكي شوي عن حالي. أنا محمد عسكر من سوريا الحبيبة. كان لي فضل الله عز وجل حياة مهنية بدأت من تقريبا عام 2002، اللي هي واكبت كمان بنفس الفترة فترة الدراسة بالجامعة. كان فضل الله عز وجل شرف الانضمام لفرعنا الأم، لشركتنا الأم بسوريا، واللي هي شركة الأستاذ لطفي السلامات للمحاسبة، واللي هي صار لحاليا اسمها شركة نيكسيا انترناشونال. فضل الله عز وجل كان مساهمات طيبة وأثر طيب من الأستاذ لطفي بتأسيسنا كمهنة، والحمد لله رب العالمين. بس خلصت جامعة كملت بالماجستير لحد ما حصلت الماجستير بالإدارة المالية من الأكاديمية العربية، وبنفس الوقت رافقوا الحمد لله شرف الانضمام للبنك العربي سوريا بمرحلة تأسيسه، وخاصة بمجال الائتمان والتحليل المالي. نعم. ومجرد ما دخلت المصارف الإسلامية في سوريا الحمد لله الله يسرنا، وانضميت لفريق تأسيس بنك سوريا الدولي الإسلامي في دمشق لفترة تقريبا أواخر 2013، لحد ما شوي للأسف طبعا صارت الأحداث عنا بسوريا، فاضطريت أني أطلع لهون وإجي لهون. إجينا لهون الحمد لله، كنا بتعرف يعني الحمد لله علاقة طيبة وطويلة جدا مع الأخ يعقوب شريكنا في الشركة. كانت التقت الرؤى سوية بيني وبينه أنه هاي المهنة إن شاء الله جايتها أيام جيدة في البلد، سواء بالتوجهات الحكومة بموضوع الضرائب وغيره. نعم. فارتقينا أنه شوي الواحد يأسس شيء له، ننتهي من موضوع الوظيفة، وأسسنا الحمد لله فرعنا بالشارقة بموضوع المحاسبة، والحمد لله صارنا تقريبا 4 سنين والنتائج جيدة جدا بفضل الله عز وجل. إن شاء الله يا أستاذ محمد، من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. الله يسلمك. حابين نعرف أكثر كيف قدرت أنك أنت تكسب ثقة الناس بشركة نظام للمحاسبة والاستشارات الإدارية. هي شغلة عم تحكي عن شيء صعب جدا للأمانة، لأنه عم تحكي عن بلد أوبن، البلد مفتوحة فيها منافسة عالية جدا. نعم. فالمنافسة العالية والشيء المتاح مش بالسهل انك بصراحة يعني انك انت تقدر تحط قدم وتأسس لنوع من العلاقات الدائمة مع العملاء. فالحمد لله كان احنا دوما مبدأنا، واللي هو اوريدي ربينا عليه بشركة نيكسيا انترناشونال بالشام، اللي هي انك انت حاول قدر الامكان تقدم خدمة، لا تدور على السعر ولا تدور على المكسب السريع. نعم. قدم خدمة للزبون، خلي الزبون من جواته يشعر انه هو فعلا اخذ خدمة، فبالتالي راح يرجع لك ومش راح يقدر يتخلى عنك. أكيد. لأنه بالنهاية إذا هو أخذ الخدمة وبسعر رحماني طيب مقبول، فليش لحتى يروح يغير على الرغم من التواجد العالي للمنافسين. فكان استراتيجيتنا دوما نحن بشركة نظام المحاسبة، نحن ما نسعى للمال، نسعى بدرجة الأولى نأسس من مجموعة من القاعدة من العملاء اللي يكون في نوع من اللويالتي إلنا. فطالما صار في إلها نوع من الولاء للشركة بناء على خدمة جيدة قدمت لهم، فمش راح يتركك، وهذا راح يصير بتعرفي يجيب لك عملاء آخرين وإلى آخره. أكيد. فبالتالي بحقق لك نوع من الاستقرار أنت إلك كشركة. أكيد. فهذا كان استراتيجيتنا دوما، أنك أنت تقدم خدمة والباقي راح يجيك soon or later. نعم. تمام. كشخص ناجح أكيد لا يوجد له سقف للطموح. إن شاء الله. شو هي نظرتك المستقبلية لشركة نظام للمحاسبة والاستشارات الإدارية؟ هلا بهالموضوع بصراحة أنا في عندي مبادئ شخصية بهالموضوع ربينا عليها، وساهمت تجاربك الحياة بصقلها أكثر. نعم. أنا بالنسبة لي sky is your limit، ويعني ما في دوما طموح طالما في يوميا صباحا عمل فيه عنقول يا رب، وفي صباح جديد معناته في امل جديد. صحيح. الله عز وجل يعني دوما بحثنا انه 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 دوما نكون متفائلين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم منه بيقول لك انه اذا قامت القيامه وفي يدي احدكم فسيله فليغرسها، هذا حث لنا على الامل والعمل دائما. صحيح. بالنسبه لشركه نظام المحاسبه هذا الشيء دوما عم نحاول ننقله لفريق العمل عندنا نحن، انه انت ما يكون عندك طموحك يكون انه اخذ زياده راتب او اني حصل وظيفه عمل او اقل. نحن دوما بنركز على فكره انك انت توصل لمرحله انك ممكن تكون شريك في الشركه بعملك. هاي الاستراتيجية عندنا نحن انه نكون نوصل لمرحلة بارتنر امبلويز، انه يشعر اي شيء عم بيقدمه للشركة هو عم يقدمه للشركة له، مشان نطلع من شوي شوي من موضوع الوظيفية. وبنفس الوقت على المستوى المحلي
يعني انا كثير متفائل بموضوع الـ الـ الاقتصاد سواء هون بدوله الامارات العربيه المتحده او حتى كقطاع خدمات المحاسبه، لانه انت عم تحكي عن دوله هلا ان شاء الله ب 2020 في عنا اكسبو. صحيح. عم تحكي عن رؤيه من الشيخ محمد بن راشد العام 2050، هلا عم بيقول لك انه انا شو ناويين نعمل للامارات، هلا رؤيه جديده انه شو مئويه الامارات، عم بيخططوا لها من هلا لسنه 2071 شو هن ناويين يصيروا. فانت عم تحكي عن بلد هي اوريدي عم تمشي بموضوع التطوير، وبنفس الوقت بالنسبه للمهنه الحمد لله بتشريعات جديده متعلقه بالضرائب والتنظيم المحاسبي عطت شوي كمان اهميه نسبيه زياده للموضوع المهنه. طبعا احنا قناعتنا الشخصيه انه اوريدي موضوع المهنه المحاسبه وتدقيق الحسابات هي مهمه جدا للشركات، ولكن اجت التشريعات الاخيره كمان زاهمت ب بتعزيز هاي الصوره بالنسبه للشركه. فبالنسبه لنا كثير متفائلين ان شاء الله سواء كمستقبل للامارات او للاقتصاد او حتى لشركتنا ان شاء الله. نعم. لمين بتحب توجه استاذ محمد كلمه شكر لشخص معين بحياتك؟ كتار ما شاء الله، بس يعني اذا كان في شخصين اساسيين اثروا بشخصيتي وحثي الدائم على النجاح هم اول شيء والدي. يعني اذا كان في شخص له فضل علي فهو والدي بالدرجه الاولى، لانه كان هو اول من دوما يساهم باثراء اي شيء انا شافه عندي شيء ايجابي. نعم. وبنفس الوقت اي شيء سلبي يكون حكيم بمعالجته فيني، فكان له فضل كبير بعد الله عز وجل طبعا. ومن ثم بعد الوالدي انا بتشكر جدا يعني استاذي ومعلمي استاذ لطفي السلامات، لانه هو انا فضله علي ما ممكن انه حدا يتخيله سواء مهنيا او حتى اخلاقيا بالمهنه. نعم. فهدول الشخصين ساهموا كثير بفضل الله عز وجل بعد الله عز وجل بما وصلت اليه حاليا، وان شاء الله الله يهيئنا دوما نكون سبب خير لغيرنا ان شاء الله. نعم ان شاء الله. استاذ محمد عسكر انا كمان بدوري بدي اتوجه لك بجزيل الشكر والعرفان والاحترام، وبدي اتمنى لك كل التوفيق والنجاح الله. بحياتك وبالبزنس الخاص. الله يجزاكم الخير وحياكم الله. شرفت بلقائك. حياكم الله، اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. وجنودنا عليهم فخر بسماها، ليش عن فخر لنا دوم وابد، وبنت زايد للوطن الله حباها، ربت اجيال الفخر عز الطلب. وجنودنا عليهم فخر بسماها.